اليوم نستضيف الفنان المعروف سي كريم العلاوي. من هو سي كريم العلاوي كفنان في المجال القناوي؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سي كريم عادي بحال كاع الإخوان، فنان قناوي والوالد الله يرحمه معلم قناوي، وخدمنا مع بزاف المعلمين راه تاهما ماتوا فنانين كبار في هذا الميدان ديال تاكناويت، بحال المعلم الصام الله يرحمه، المعلم حميد ابو صون، الوالد مولاي الحسن، ولد فقير الزهراء با عبد القادر والتهامي، والطاوله اللي يسمحوا لنا لا نسينا بزاف بزاف عدد ديال الناس الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. والحمد لله احنا دابا احنا باقيين مع الاخوان تاهما اللي كاينين دابا، والحمد لله هادشي. سي كريم العلاوي، ممكن تعطينا الفكره ذهبت الى الولايات المتحده الامريكيه، وشحال ريحتي فيها؟ اشتغلتي كفنان وفي نفس الوقت اشتغلتي في عمل ديالك في المجال ديال العمل اللي انت كتخدم فيه. الحمد لله الامريكان كنا مشينا ما كانتش تجربه سهله، كانت شويه صعيبه بحكم فنانين كبار تما كاين في الميريكان، والحمد لله درنا البلاصه ديالنا، خدمنا مع فنانين كبار تما في الميريكان، وحس لينا الشرف الحمد لله كنا تمثلوا البلاد ديالنا باحسن تمثيل بهذا الفن القناوي. حيت ديك الساعه ملي مشيت الميريكان لقيت واحد المعلم حسن حكمون، راه كلشي كيعرفو تما في الميريكان، هو كيخدم داك الشيء تاعو تبارك الله زوين فيزيو. مشيت انا احتفظت على التراث ديالنا ديال المغرب التقليدي تراديسيونيل، بدينا خدامين الحمد لله، الناس عجبهم ثاني داك الموسيقى ديالنا التقليديه التراث ديال المغرب ديالنا ديال تاكناويت، وتلاقينا مع فنانين كبار بحال بيتير جيبريا، فيليب كلاس، ليد زيبلين، بزاف كاينين شي وحدين نسيت الاسم ديالهم، فنانين كبار بزاف، والحمد لله ما خلينا حتى شي بلاد في الولايات المتحده الامريكيه. وكانت واحد السيده المناجر ديالي حتى هي بنت امريكانيه، مشينا الحمد لله بزاف ديال البلدان، كاليفورنيا، فلوريدا، شيكاغو، اوهايو، ميشيغان، تكساس، بزاف ديال المدن في الولايات المتحده الامريكيه. وانا كنت كنعيش في مانهاتن 7 ستريت بتوين فيرست اند ساكن افنيو في داون تاون، تما داك الستريت معروف بالفنان الكبار اللي كانوا في هذاك الستريت، كنت خدام واحد السيد حتى هو اللي كنديروا هذا الشيء ديال التايور، وتيجيو عندنا كاع دوك الناس اللي كاين تنصايبوا لهم الملابس ديالهم وداك الشيء، حتى هما كلهم فنانين اللي تما ساكنين في هذاك سميتو، ولاو كيجيو او ميم طو كيصايبوا الحوايج ديالهم من تما، تنولي الحمد لله تيحصل لي الشرف تنولي نتشهروا معاهم، تيجيو كاين اللي تيولي العز معايا فنان كبار، مثلا كتكون عندي شي سهره كيعجبو هذاك الاله ديالنا ديال الكنبري، حتى كيولي حتى هو تيجي كيقول لك عافاك نكون معاك ضيف الشرف، ندوز معاك ديك السهره بلا فلوس، بلا واخا انا خدام الحمد لله خدام شاد السهره بسميتو ديالها، ولكن هو تيقول لك غير نطلع هذيك الطلعه ندير معاك ضيف الشرف باش، ولعبنا مع فنانين كبار الحمد لله، ومثلنا المغرب ديالنا احسن تمثيل في هذا الفن ديال القناوه. سي كريم العلاوي، واش ممكن تكلم لنا وبالاخص على وسائل الاعلام المغربيه، كيفاش كان اللقاء مع الرئيس ديال الولايات المتحده الامريكيه السابق بيل كلينتون؟ وفي الصراحه كان واحد الاحساس اللي كبير بزاف لذاك السيد الله يعمره دار اللي كنا، وكان خصيصا هذيك الساره كندوز واحد الساره عطاو بينا احسن رئيس اللي داز في الولايات المتحده الامريكيه، الرئيس اللي كان داز مزيان هو سي بيل كلينتون اللي احسن رئيس في الحقيقه، واستقبلنا مزيان والله عمرها دار، ودوزنا معاه زعما، وفنان هو حتى هو تيعزف بالترومبيت بالساكسون بالساكسوفون، وكنا درنا واحد اللقاء مع نيت وداك الشيء، وكنا بحالكم اللي شاف هذاك الجوج وعجبو داك الريتم ديال تاكناويت وداك الشيء، حيت هو كان تيجي بزاف لهنا المغرب، ودرنا حنا وياه واحد اللقاء. ورئيس الله عمرها دار الصراحه السيد مزيان بزاف، وكنشكروه على الاستقبال اللي استقبلنا تما في الميريكان. سي كريم، كيفاش كتشوف التجربه الفنيه مع حميد القصري بحكم انكم زرتوا دول كثيره وبالاخص كتشاركوا في هذاك المهرجان ديال القناوه؟ والحمد لله مع دابا الفنان المعلم حميد القصري معروف الحمد لله، دوزنا مع بزاف المعلمين في الصراحه، انا ولد الدار البيضاء ودوزت مع بزاف ديال المعلمين في كازا، كثير السميت ديالهم ما خصني بلا نجبد كل واحد الاسم ديالو،
ولكن الحمد لله دابا مع السي حميد هو حميد القصري اللي معروف بالجمهور كلشي كيعرفه والحمد لله وبحال كتقول لقيت هذاك هو شحال من عام دابا وانا كنخدمت مع شحال ديال المعلمين وفنانين كبار تما ولكن دابا عاد كنلقى داك السيل ديالي مع حميد القصري داك بحال اللي كتقول بنادم كيلقى واحد السيل ديالو اللي فنان كبير والحمد لله وصلنا التقناوت العالميه والحمد لله حنا تنطلبوا من اليونسكو باش تدخل التقناوت تدخل اليونسكو حتى هي والحمد لله راه تقناوت راه ولات عالميه شهرنا في العالم كله ما كاينش شي دوله في العالم اللي ما مشات استراليا القاره الاخرى يلا مؤخرا مشينا لها وراه ما خلينا الحمد لله حتى شي بلاد وفرق ما كاين حتى شي فرق كبير ما فرق بيننا تما شويه الناس كما تيعطيونا واحد الاهميه الصراحه واحد القيمه كبيره كبيره بزاف تيحترمونا بالناس تما في الولايات المتحده للرغم كنكون لا تلاعب بهاد لي جوج هذا ما عمرني عقدت شي سهره ما لعبت بهاد لي جوج وكيجي يسولوني الناس اشنا هي هاد الاله وكيفاش نايا وخصصنا انا هاد الاله كنصايبها بيدي كنخدم كنعزف بها فنان كنعزف وكنصايبها بيدي كيجيو الناس كيسولك يقول لك كيفاش هاد لي ستريمو كضرب كتقول لي هذيك سترينغ فروم جوت سترينغز اند ذيس فروم لينيك دي كامل سكين وبشي بقى بنادم كيشوف كيفاش زعما هذاك الاله بحال كتلعب جوج الات في الاله ديالك كتضرب في لوطاري وتتقيس تجيب بحال البيركيسيون ما كاينش الصهره اللي ما تيعطي واحد القيمه كبيره الصحافه تما تيجيو عندنا الصحافه وتيكتبوا عليك وتي الحمد لله داك 6 سنين ما ضاعتش لي في الميريكان الحمد لله اللي كنت استقبلونا بزاف تما صحافه كبار تما فنانين والحمد لله حنا مشينا قضينا الغرض وعدنا رجعنا ثاني عند وليداتنا بخير وعلى خير. سي كريم العلوي انت كفنان وكتصاوب هاد الهجوش معروف بهادشي ديال الهجوش تبارك الله فهمتي وكنتي ملقب في الولايات المتحده الامريكيه بوم مارلي واش هاد الشيء بصح ولا غير مجرد كلام لان علاش كنتي مربي واحد الراس تبارك الله اش تقدر تقول لنا على هاد القضيه سي هذا ماشي سؤال محرج وانما عشان نقول لك والناس كلها تقول تعجبهم داك الستيل معنا بخاص كندير الراسطة والناس بزاف اكثريا تيقول لي تنقول لهم ماي فروم مراكو تيقول لك نو يو صوت امريكا تنقول لهم نو ام فروم مراكو وبقات القضيه كوك شحال ديال الناس كان تعاود تسحبوني خو كاين اللي كيتسحبني داك المعلم الاخر حسن حكمون معاه كان تشابو كاين حيت هو من العائله من لا فامي وكان تشابو اكثريا الناس يتسحبوا تيقولوا هذا حسن حكمون والحمد لله هذا هو عنده الفن ديالو وحنا كاع فنانين الحمد لله بحال بحالو وخدمنا كاملين تما ومثلنا المغرب ديالنا والحمد لله تيحصل لنا الشرف مثل البلاد ديالنا. سي العلوي شنو الكلمه الاخيره ديالك من هذا المنبر ديال جريده صوت الصحافه؟ وكنشكرهم الميساج اللي بغيت توصل كنشكرهم بزاف وعلى العمل ديالهم الكبير اللي كيديروه وعلى راسهم السي امين اللي كنت تلاقيت انا وياه امين باللامين كنا تلاقينا مع الاخ وتجمعوا الاخوان كلهم اللي تجمعوا تنشكرهم بزاف وكيديروا واحد العمل كبير كبير بزاف والله يكمل عليهم بخير والله ييسر الامور ونتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله. سير دخلوا في واحد البلون سير اييه Shabuna, Shabuna, Laila Bolila, Shabuna, Africa, Laila Bolila.
شابونا من السودان الله يلا بولي بولي لا بولي لا الله يلا بولي لا كاكاني بولي لا الله يلا بولي لا كاكاني بولي لا بولي لا كاكاني بولي لا الله يلا بولي يا القناوي بولي لا الله يلا بولي لا شابونا جابونا الله يلا بولي شابونا من السودان جابونا من أفريقيا الله يلا بولي لا يا الخادم بولي لا الله يلا بولي لا كاكاني بولي لا كاكاني بولي لا بولي لا كاكاني بولي لا الله يلا بولي يا القناوي بولي